وسهرة طويلة بعد نهاية اللقاء، ومبروك مقدما للفريق الفائز. في لقاء الكبيرين والعملاقين بمناسبة الدوري الكبير، النصف النهائي المثير بين العميد الاتحادي والزعيم الهلالي في لقاء كل اللقاءات المنتظرة اليوم في 90 دقيقة، ممكن بثاني الحلول 120 دقيقة، ممكن بثالث وآخر الحلول الالتجاء لركلات الحظ الترجيحية. سنكون مع موعد كبير في ليلة كبيرة عبر قنوات ار تي سبورتو في هذا الحوار السعودي، من أجل التشرف ومن أجل نيل الحظوة والشرف بالوصول لنهائي دوري خادم الحرمين الشريفين. المرمى مبروك زايد، رقم 2 الاكس الهلالي أحمد الدوخي، 16 مشعل السعيد، 4 رضا التوكر، 21 حمد المنتشري، 14 سعود كاريري، 18 محمد نور، 27 إبراهيم السويد، رقم 6 من 15 برانس تاجو. الركنية الأولى بالمباراة كورة للهلال، الزعيم في أول اللحظات يلعب كورة ممتازة جدا ملعوبة خطيرة على الدفاع الاتحاد وتخرج بسلام. الهلال يمثل اليوم 11 فارس وفرسان، الدعيع عبد العزيز الخطران من اليمين، كامل الموسى من اليسار، تافاريز مع فهد المفرج في محور الدفاع، 6 خالد عزيز، 13 عمر الغامدي، 15 تشيو البرازيلي جوفاني اكس بارسا واولمبياكوس البراوي اليوناني، 8 كاماتشو الهداف، 20 القناص ياسر القحطاني. القرن الاسيوي محمد الدعيع تمشي للاتحاد، في على الكورة على ابراهيم السويد اللاعب السابق ايضا للقلعة، قلعة الكؤوس النادي الاهلي اللي خرج يوم الاربعاء من البطولة بثلاثية ضد الاتحاد. ياسر القحطاني، القحطاني ممتازة، الهلال بادي مركز، صراع كبير، لقاء مثير، لقاء العملاقين يبدأ بأفضل سيناريو ممكن للجماهير. ينطلق مرة ثانية الانطلاقة وفي خطأ، ماذا يقول مدينة؟ يقول ملعوبة، اندفاع كبير وحماس موجود. مباراة الهلال في دوري ابطال اسيا يوم الاربعاء تألق وتعملق من جديد بخماسية في مرمى أوزبكستان من خلال ممثلها مشعل، يلتقط كورة، الحكم يعطي الأولوية، كورة ممتازة اتحادية ملعوبة في التحضير، هي نواو، كورة ممتازة من مناف، مناف أبو شقير، هل هي يا كاماتشو، سنرى من مارسيلو كاماتشو يتقدم يلعب خطيرة قريبة للأوت الستة أمتار لمبروك زايد. قرن في السلة السعودية، كرة الطاولة أيضا عرفت باسم تاريخي مشهور، ليس يعني مشهور لكن هو محبوب ومشهور في أواسط الطاولة العربية، مشهور الخطيب، بينما أحلى خطيب، أحلى لاعب، أحلى فنان، أحلى مهندس وصمام أمان، أهدافه هي تأتي بالإتمنان، جلاب السعادة، الفتى المدلل لكل اتحادي. بالكويت نترك التاريخ، نجانب الماضي ونركز على الحاضر في أفق المستقبل. بعد ساعة ونصف من سيمر؟ والهلال يمر في سيناريو قد يكون مر على الاتحادين، هي فرصة دربك، والكورة لم تتم، الفرحة لم تتم. بالإنذار الشفوي يبقى شفاهيا ولم يكن كتابيا، ولمن ستكتب الفرحة في هذه السهرة السعودية؟ ترجمة أخرى، كورة للزعيم، الهلال من خالد عزيز يتباطى وسط الملعب الاتحادي ضاغط باستمرار، ناجح باستمرار، هو الكورة من كاريري، كاريري ما يمرش، نفس السيناريو والكورة تلعب هلالية، مراوغة ممتازة، الموهوب يعمل تفاعل كبير والخطر قادم والفرصة قائمة والكورة داخل 18، تخرج من دفاعات الاتحاد، المنتشري وتوكر يخرج عام، نقول لحسابات معروفة، يعرفوا اللي يتقدم بهدف سينال أكبر حظوة لطلب ود الكأس الغالية، الكأس الذهبية، دوري خادم الحرمين الشريفين، أغلى وأمجد الكؤوس بالمملكة العربية السعودية. محمد نوري حاول يمر، الكرة تطول وتضيع، وفي الأخير ترجع من الباك رايت عبد العزيز الخطرة. طبعا نخبة كبيرة تميز بها الاتحاد من خلال أكبر لاعبين عبد الله بكر، سعيد غراب، أحمد جميل، الخليجي بهذا القصيد في ظل ما هو موجود وأكيد من سيناريوهات عرف معها الهلال وكاماتشو أحلى الأهداف وأهمها. إذن كرة ثابتة في فاينل الشباب، سجل من هذا المكان من هذه الزاوية، يتقدم كاماتشو لطلب ود المرمى الاتحادي مرة أخرى، كاماتشو مبروك زيد، مبروك على السلامة، يخرج بسلامة. صحة العبارة، ترجع مرة ثانية اتحادية، كالوني خرج، والدوخي ينطلق كالعادة، التركيز على الدوخي من برونو ميتسو، والدوخي وزع خطير، ترتد وتسديدة رهيبة جدا، رهيبة جدا يا كالون، لو مرت كيف سيكون؟
تحديديا ومباشرة في الكوارتر لينتظر باقي الفرسان في شهر سبتمبر. نرجع مع فرسان الكرة السعودية في هذه الكرة بالرأس، هي يا تافاريز ملعوبة برازيلية. كأس الغالية هي الصورة الأغلى اللي ينتظرها كل لاعب واللي يحلم بها كل لاعب سعودي. ترجع الكرة مرة أخرى، خطيرة جدا هذه اللقطة، الانطلاقة ملعوبة من نور، تمشي مرة ثانية لكالون، محمد كالون يبدل اتجاه اللعب، يقلب الكرة من اليسار لمين، الدوخي يستفيد، يحاول أن يفيد، الدوخي في أوفر أكيد، وفرصة يقترب منها العميد، فرصة للواحد صفر من محمد كالون. هذين العملاقين في تواجد الكبيرين، الدوخي الله يعينك يا كورة، الله يعينك يا كاس، القدر والنصيب سيكتب لمن. والكورة خطيرة وفرصة، والحكم ماذا يقول؟ يقول فاول للهلال، لكن كورة أو تافاريز، وبين هذه الكورة الضائعة من نور ولو أن الحكم مدينة يؤكد فاول وخطأ صحيح وصريح على محمد نور، كان ممكن حتى يكلفوا بطاقة صفراء. أنه في المقابل الإدارة الهلالية تؤكد أنه يجدد العقد مع الفريق الهلالي، نواف من الأسماء التاريخية في الزعيم، وتبقى الكرة للزعيم في هذه الكرة جميلة جدا ملعوبة جدا يا خثران. عبد العزيز كاد يصعد الهلالي. الشوط الأول ينتهي في اللحظة، في التو النتيجة ما زالت بيضاء، يسودها التعادل الأبيض السلبي 0-0، 0 للأزرق 0 للذهبي الاتحاد. الشوط الثاني الملتقى وفي انتظار اللقاء، إلى اللقاء. لقاء كؤوس، وبالتالي المهم هي النتيجة، لكن لا ننكر أن الشوط الأول كان جيد من ناحية تكتيكية، من ناحية الإثارة، من ناحية الريتم، قطع النظر عن اللعبات الحلوة أو المهارات العالية اللي ننتظرها من نجوم الفريقين. إذا الشوط الثاني يبدأ في ذات اللحظة، النتيجة بيضاء، هي نتيجة سكور في الشوط الأول، واللقاء يبدأ مع كرة اتحادية خطيرة جدا يطلقها الدعية، برافو محمد الدعية. مربع الذهبي أو السيمي فاينل بين الهلال الزعيم والاتحاد العميد، كرة ممتازة يخرج بها المفرج، ثم كرة ملعوبة طويلة من كامل الموسى اليساري، الشوط الثاني يبدأ بكرة خطيرة، يطرق القحطاني في إعاقة، مش حمرة صفرة، لأنه كان المنتشر في التغطية على توكر، وتوكر عارف كرة مطمئن، وأنا متأكد ونطمن الاتحاديين، مفيش كارت أحمر من أجل أن يمر اسم للفاينل، تمشي كرة بالراس والهدف يضيع، الهلال يقترب، الزعيم يقترب من البرازيلي مارسيلو تافاريز. دفاعات الاتحاد تتلقى، تستقبل ثم تلعب الهجوم عن طريق مناف بوشكير، بوشكير عرضية خطيرة جدا، هي الوان تو، فرصة والحارس الدعية، فرصة رابعة في أقل من 5 دقائق. المرتدة محمد نور ريتم أسرع، مباراة ممتازة الآن، محمد كالون والدفاع يدخل، تبقى للهلال والهلال يرتد بالهجوم، تمشي كرة ممتازة في مساحات، في فرص، في لعب كرة جميل جدا على الأطراف، كرة تفتح عرضية الأوفر الآن، الأوفر للهلال على القائم الأول خطيرة والهدف يقترب، الهلال الزعيم يقترب من دك الحصون الاتحادية. بينما كرة من التماس في شكل ركنية، الاتحاد يحاول أن يستغل، كرة بالرأس خطيرة جدا بالرأس والدعية، يحلق كما حلق طيلة آخر السنوات، يحلق في آخر الأمطار ليمنع بداية مشوار لنادي الاتحاد. الدعية يتألق أمام الرأسية من اللاعب برانس أو كالون، برانس في الأولى، يرجع للفاول مارسيلو كاماتشو، كاماتشو يلعب كورة بالرأس خطيرة، والدفاع الاتحادي يصد من مهاجم هلالي، ما زالت الإمكانية، مبروك زايد، مبروك زايد أمام ياسر القحطان، مسؤولية كبيرة، تمشي كرة طويلة ملعوبة للهلال، الكرة الأخيرة، اللحظة الأخيرة، الخثران يلعب لمشروع أغلى الأهداف، الخثران يتفاعل معه الآلاف هنا بالرياض. وسط دقيقتين تقريبا في الوقت البديل، زفر يا مدينة انتهت الحكاية أم ما زال في جرابك يا حاوي، من يحكي أحلى الحكاوي، الهلال أو الاتحاد، ويخرج الدعية لينهي المشوار، كرة صعبة، مدينة ينهيها، الإسباني يحسمها، لكن لم تحسم بعد. شكرا زميلي العزيز وليد الفراج، ونعود مع إطلالة الحكم لويس مدينة في بداية وإطلاق إشارة انطلاق الحصة الإضافية الأولى، قول الأكيد أنه من يسجل هدف هو سيكون في النهائي. تمشي الكرة مرة أخرى ملعوبة للفريق الاتحادي، كرة ثابتة خطيرة جدا على الخط، تخرج على الخط يا دعية، على الخط يا هلال، الاتحاد اقترب أكثر من أي وقت مضى لهز شباك الزعيم لاحتضان المرمى الهلالي، القحطاني حذاري في الوقت الإضافي الأول،
تمشي كرة مرة ثانية، الشلهوب أكثر حركية، مارسيلو كاماتشو، مارسيلو كاماتشو يحاول ينطلق القحطاني، ياسر القحطاني يمر، ياسر القحطاني خطيرة شدر ضرب جزاء، الحكم يقول بنالتي، يقول بنالتي، نستبق الأحداث، نستبق ركلات الجزاء، ماذا يقول الحكم مدينة؟ أوه قدروا بركلات الجزاء، نصيبك بالبنالتي، نقول ما غير شك، الحبر سيسيل، هل هي بنالتي أم لا؟ الحوار متواصل، السوبر كلاسيكو أخطأ في ركلة جزاء على كارلوس روبرتو في لقاء المارينجي والبلانكو. جمهور الاتحاد نقول بطبيعة الحال يعرف فترة صعبة، لحظة حرجة، القحطاني يعمل الصعب، يكمل المشوار، اللحظة أمامك والحكم أمامك للكابتن محمد فودة. لن أحسن في هذه اللقطة، لن أتحدث بفوهة أو كلمة أو لمسة أو حتى همسة، شوف الأمور واضحة أمامك، يخرج الحارس في نوع من الاستدام، شوف يا عميد الكرة يتقدم فيها الشلهوب، يفكس الحارس، يفكر، يسدد ويسجل، الهلال يتقدم، الموج الأزرق يغوص ويعوم في محيط البطولات، يتقدم بأولى وأهم الأهداف، 1-0، 1-0 من الشلهوب، من دخول الفاينل يا سامي، من دخول النهائي الجديد يا جابر، لتتواصل رحلة الإنجازات. شوف الكرة ملعوبة مأمنة في الوسط، ملعوبة بامتياز، الشلهوب الموهوب يصنع التقدم الهلالي بال1-0. المنقول عبر قنوات RT وعبر عديد القنوات على مختلف المشاهد أو المشاهدين والملايين. ترجع مرة أخرى في وسط الميدان من خلال كرة للاعب المنتشري أفضل لاعب في ياسر 2005 في الحالة الهجومية، وبالتالي المساحات موجودة، الهلال ممكن يضرب من خلال سرعة المرتدات، وكرة تلعب سريعة، أحكيتك على المرتدات، الكنترول يصعب، الكنترول صعب، لكن ما هداله يحضر هاله، وكرة مرة ثانية والقحطاني ياسر ياهو الشلهوب، الشلهوب الموهوب، الشلهوب يصنع الهدف الموعود، انتهت هلالية في وقت الحديث عن المرتدات، الشلهوب ينتفض، الشلهوب يوجد من جديد، الشلهوب يحيا من جديد ويسجل الهدف الأكيد لضمان الفاينل للهلال. الزعيم يربح بالخبرة، يربح بتقاليد البطولة، يربح بثقافة الانتصارات، يربح بعامل اللياقة اليوم، ويربح بالمرتدات. السرعة خطأ كبير جدا، توكرا والدوخي، الدوخي ما هداله، الدوخي ما هدا بالفعل، هو أحمد، هو الدوخي للشلهوب، الشلهوب يمر، مبروك يخاف من بنالتي الثاني، والشلهوب يقول له هاو الثاني، 2-0 في الربع ساعة الأخير من الشوط الإضافي الأول. سيناريو مثير جدا في الوقت الإضافي، اليوم بكل أمانة، بكل صدق وبكل وضوح، ولا الأمور تكون مغايرة في رؤيتنا المباراة، سنرى عزيمة الاتحاد، سنرى النمر الذي سينتفض في آخر ردهات اللقاء في الوقت الإضافي الثاني ليقلب الطاولة المضمونة مبدئيا للهلال. 2-0 يصعب جدا، محمد نور يحاول، ودفاع الهلال يتدخل، هو في الأخير يخرج كرة الدفاع من أحمد خليل، ترجع كرة عن طريق ياسر القحطاني، القحطاني كرة في الوسط والحكم يقول خطأ، يقول فاول الهلال. مباراة شيومبوك اللي تشرفت بالتعليق عليها في النهائي الكبير بالخماسية التاريخية الأسطورية الإعجازية للاتحادية، تخليني ننتظر، وبالفعل تخليني ننتظر، محمد نوري يسجل، محمد نوري ولع المباراة، برونو ميتسو ترجع له حلاوة وإثارة وتركيز المباراة، وأي وقت إضافي، وقت إضافي وكأنك في مباريات الأحلام، مباريات الأمال، يعود إلى الفريق الاتحاد، كرة تباغت وتغالت، حمزة إدريس البومبر المرعب، القناص المرعب، شوف الكرة تلعب، شوف الكرة تلعب، وبالرأس نور، بالرأس المرمى، هدفي لهدف، الاتحاد لن يستسلم، في وقت الحديث عن كوريا، في وقت الحديث عن الفوز التاريخي، في وقت الحديث عن الإنجاز الكبير للعميد، يلعب بأهداف ذهب لفريق الذهب في الوقت الإضافي الثاني، ما زال الوقت، لم تنتهي بعد، أوه! محمد نور مرة أخرى، خطيرة جدا وفرصة قريبة، كنت سأقول أكيد، عذر يا شباب، عذر للشباب، البطل في المرحلة الأولى، العام القادم لو يلغى نظام المربع الذهبي، سيكون الشباب بطل،
لكن في المربع الذهبي الفاينل يا مدينة سيكون بين الشباب والهلال. مبروك لنادي الهلال هذا الفوز وهذا التتويج وهذا الإنجاز الجديد من خلال انتصار بهدفين لهدف على العميد الاتحادي.